على السلامة. الله يسلمك. السفرية بتعقد. مبروك على الديل. أنا مش شايفة قدامي. عارفة والله، وأسفة على اللي هقوله دلوقتي. إيه؟ لا لا، النهاردة عيد ميلاد إياد. كل سنة وإياد طيب، بس الاجتماع اتحدد فجأة وعايزينك في ميتنج في دبي الصبح ضروري. طب ليه ما قلتليش وأنا في لبنان بدل شحطتة التيرمينالز دي؟ دي كلها 7 ساعات وهتبقي في دبي. أنا رتبتلك كل حاجة هناك، مش هتحسي إنك سافرتي أصلاً. حجزتلك في أوتيل جنب فرع الشركة، تقدري تنامي ساعتين قبلها. أنا مش هنام، لو نمت مش هصحى. يبقى ننسى النوم قبل الميتنج، بعده نامي براحتك. تاني يوم الصبح السواق هياخدك المطار، بعد بكرة هتكوني هنا وبنحتفل بديل الإمارات كمان. وأنا كمان هرجع على الحفلة؟ حفلة الشركة بتاعت الترقية بتاعتك، يعني عمرها ما هتبدأ من غيرك. الطيارة كمان ساعتين. التيكت كالمعتاد بزنس كلاس. تعاشي في الفي اي بي لاونج لحد ميعاد البوردينج. اكيد هتلاقي كل الهدوم اللي انت محتاجاها هنا، البدله والروب والبرفيوم. ما تشربيش قهوه غير دي تاني، ما تنسيش دواء المعده. ملف دي للامارات انا بعتهولك على الايميل. كده ناقصك حاجه؟ لا، انت قويه وشجاعه وقدها، وهترجعي ومكتب الامارات كله بيحكي بالصفقه اللي هتعمليها دي. هيحصل ان شاء الله. ما حدش بيحقق الارقام دي غيرك، وانت عارفه انا بتكلم عن مين يعني، بس انا ما بحبش اقول اسامي. ما تقوليش اسامي. معتز هند، مش تحتاجيه في دبي. تمام. كونسيلر ده خبي بيه سواد اللي تحت عينيكي. حاضر، اوكي. اه استني، كنت هنسى. امسكي القهوة. كنت هنسى هدية اياد.